زي ما انتوا سمعتوا، احب اقول لكم ان ولد البلاد اللي اول مره اشوفه يعتبر، واول مره ندير معاه فيديو، جاي بيرشيني، جاي بيرشيني. بناء على طلبكم، لان انا شفت كتير ناس بعتت لي بيقولوا لي عايزين يتقابلوا بولد بلادي المصري، وبغض النظر ان هو اتاخر عليا والميعاد بتاعه ومواعيد المصريين، بس مش كلهم معلش يعني. ونقطة أخيرة قبل ما أوريكم وشه، اليوتيوبر المصري، في منكم اللي يعرفه وفي منكم اللي ما يعرفوش، و اللي هو ما بيضحكش بس هو معايا هيضحك غصب عنه بقى. شيفوز حبيبي يا شيفو، نورتني في قناه احمد زيدان والله. حبيبي انا عايز اقول لكم ان احنا قاعدين بنتفرج على ماتش مصر والاردن، وربنا يسامحهم على اللي هم كانوا عاملينه فينا. هو شيفو بس طلع الكاميرا دياله، مجرد ما يطلع بس بيجيب لقطه بس، راحت مصر جايبه جول. الاردن ده احنا بندخل الاردن من غير فيزا، الاردن مفسحانا. انا قاعد بضحك على اللي بيحصل فينا، اقسم بالله. عادي عديها. معانا بقى ويل، اللي بقى لسه متعرفين عليه. يا ويل حبيبي، يا ويل من الناس الراسيه الجميله، اللي الوش البشوش، اللي والله العظيم مش هقدر اخاوي يا ولد البلاد. انت ولد اي مدينه في مصر؟ القاهره. ولد اي في القاهره؟ القاهره، وسط القاهره، قريب من حي الحسين الازهر. احمد بس لسانه جميل. والله مش بجامل، والله ربنا يعلم، ولاد الناس بيبانوا من العنوان زي ما بنقول يعني. بس يعني فوليد شكله هادي، ومحمد ما بيضحكش. يمكن ده عشان اول مقابله بس. يا عم بضحك في الاعياد. بتضحك في الاعياد؟ العيد الصغير. طلع بيضحك. استنى هرجع لك تاني يا وليد. ماشي، حصل خير. انت قلت لي بتضحك فين؟ بضحك في المواسم. في المواسم؟ حتى الناس عندي في الكومنتات بتقول لي يا اخي خليك اضحك شويه كده يا جماعه. انا العيله، انا والعيله كلها كده بنضحك بس. انتوا عارفين يا جماعه، انا هقول لكم على حاجه. لما بنصحى من يلهوي يختي ناري اهو ضحك اهو يا جدعان. ولسه بس انا عقابا ليه عشان اتاخر عليا في الماتش، ان انا كنت قاعد بدات الماتش لوحدي اصلا. اول مره اشوف مصري ملتزم في مواعيده. معلش يعني فاش هبوظ سمعتنا كده. يا جدع انت كده يعني شوهتين، دردلت لنا الشوهه. عارف الخمس زي بتاعت المصريين على نص ساعه. طب انا هقول لكم على حاجه، انا في ماتش مصر، في ماتش المغرب والجزائر هنتفرج عليه برضو مع بعض، وعقابا لي مش لوليد يعني، وليد يسامحني، بس عقابا لشيفوز انا مش هقول له هنتفرج. احنا دلوقتي في الرباط هنتفرج على الماتش في حته تانية. ده عند امه يا ادهم. ماتش احنا هنتفرج على ماتش المغرب والجزائر. هنشوف الماتش. لا هتستهوى 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 يا جدع. طب احنا هنرجع لكم عشان الماتش بدا. بنتفرج على الماتش، مصر مغلوبة يا جماعة 1-0 من الأردن، بس الماتش حلو. إيه رأيكم في الماتش يا رجالة؟ يا عم بس بقى، بس بقى يا عم ما تفكرنيش. أحمد زعلان يا جماعة. يا وليد. أتمنى إن النتيجة تتغير. أهو جول، أهو جول. يا رب! جول! من بيت أبوك! يا رب! جول يا رب! ربنا استجاب لدعائي. نصلي ربنا استجاب لدعائي. يا بصوا لسه مشغل الفيديو. لسه بقول نتمنى. اهو 1-1 اهو يا اخوان. لسه بقول نتمنى النتيجه تتغير. لسه بقول لكم مصر نفسها طويل في الحرب يا اخوان. ربنا كان سريع، كان سريع. يا نهار ابيض. حلو. يا نهار ابيض. بعد الماتش ده بقى في المغرب والجزائر، هيبقى ضرب نار. لسه بقول نتمنى. اصل حرام يعني. نتمنى يا عم. لسه بقى الماتش قلت لك يا عم. الاردن احنا بندخلها من غير فيزا، تبقى كسبانه ازاي يعني؟ يا عم لسه بدري. بس هنخسر 3-1. انا بقول لك
انا دلوقتي هدي احمد رشوه يا نهار اسود يا امي رشوه كده ساعتها ايه هيرضى عنها رشوه ازاي يعني صافي هكلمه رشوه على حسب الرشوه هنخلص الماتش ونرجع لكم زي ما انتوا سمعتوا احب اقول لكم ان ولد البلاد اللي اول مره اشوفه يعتبر واول مره ندير معاه فيديو جاي بيرشيني هذه هي الرشوه الرشوه من القلب المغرب كلها جربوا منتجات ليال العرب فلازم لا وبيعمل اشهار على قفايا بس عادي ماشي مش اكبر شركه عطور في صر طب تعالى بقى امسك الموبايل كده ايوه انا هدير لك الاشهار بالله بصوا يا جماعه دي هديه كبيره بالنسبه لي من ولد بلادي محمد جاب لي برفيم دي اسمها ايه عود اصفهان دي كريستيان ديور عود عربي بس بيحطها رجالي وحريمي العود كل ينفع دي اللي عجبتني بقى دي بجد عجبتني لانوي اسمها ايه يا حبيبي لانوي دروم زي ما هو قال لكم كده من افسالورو مين؟ من افسالورو شركة واي معلش اخوك تعليم مجاني معلش افسالورو لا عشان من افسالورو معروف عجبتني صراحة الله استنى بقى بس ليالي العرب طبعا لازم جمهور احمد يجرب ليالي العرب انا طبعا عشان انا فاتح كاميرا السيلفي مش باينه بس اريبيان نايس بيرفيوم معروف على يا باشا انا على الفيسبوك والانستغرام والفيسبوك هيكتبوا ايه اريبيان نايس بيرفيوم اكتشف اناقتك قول ايه بص وليد ده يضحك تعالى تعالى اقسم بالله انت سكره والله تعالى والله وليد يضحك اسمها ايه اكتشف اناقتك مع شيفوس امروكو بس الحمد لله بقى سيبنا الماتش النهارده يا جماعه عايز اقول لكم يا جماعه انا اول جون دخل انا هاخد هو صورها من الكاميرا عنده انا هاخد اللقطه من عنده واحطها عندي شوفوها عامله ازاي الناس كانت بتتفرج علينا اكثر اقسم بالله الناس والله كنا خسرين 1-0 من الاردن قلت لهم هنكسب 3-1 في ثلاث دراري عيال صغيره كده جم لقوا اللهجه ولقوا الزيطه والروينه فالعيال بقوا واقفين جنبنا باصين لنا ايد وجعتني انت ايه يا جد باصين لنا فاللي هو ايه يعني مستغربين شايفين الماتش بيتلعب واحنا ك يعني المصريين قاعدين جنبيهم فهو الواد ساب الماتش ووقف لنا انت بتعمل ايه استنوا يا جماعه انا هفتح الكاميرا استنوا اهو احنا قلبنا البتاع عشان تشوفوا خليك زي ما انت اكتشف اناقتك وليد اكتشف اناقتك بتضحكك اكتشف اناقتك مع ليالي العرب لا بس والله العظيم الريحه ضربه اتحداكوا في الاوريجينال انت بتتحدى يا ابني اتحدى الناس دي صاحبتنا الخمسه ب 200 يا جماعه الخمسه ب 200 ايه يا ابني انت واقف في العتبه ده واقف في العتبه مش في فيديو يا عم انا جمهوري كله جرب بطلات الحمد لله يا عم انا اللي متابعيني متابعينك والله لاحظت الموضوع لاحظت حاجه زي كده نسبه كبيره يعني تقدر تقول كده اكتر من طب احنا نرجع لموضوعنا الاساسي يا جماعه الراجل ده ما بيضحكش وانا بتحدى ان هو معايا لازم يضحك ابقى احط قلم هنا كده ستيلو جيز يلا نلحق ماتش المغرب يلا هنروح نلحق ماتش المغرب ونرجع لكم يا شباب كلمه انت عايز تقول كلمه ان شاء الله المغرب هيكسب ايوه ديما ضاحكين ديما نشطين المغرب النهارده يا محمد المغرب النهارده هيعملها لازم يعملها ده شفنا مصر وهي بتقاتل ولكن النهارده الماتش الحقيقي هنبتدي نتفرج عليه احنا الثلاثه وديما مغرب متكافئ بين المغرب والجزائر بس ديما مغرب تحيا مصر المغرب اكتشف اناقتك يلا عايز اقول لكم ان احنا كنا المفروض اصلا كنا قاعدين في القهوه وجي وليد صاحبنا لنا نروح لناس صحابنا نتفرج على ماتش المغرب والجزائر وتعكننت اقسم بالله تعكننت وعايز اقول لك قدام الناس ما تقابلنيش تاني في مطوشه لا المغرب لعبت حلو المغرب تبارك الله عليكم مش بطبل
الاجوان حلوه سواء المغرب الجزائر ماتش حلو، ربنا يسترها على الايام اللي جايه يعني ان شاء الله. الحمد لله كنا عايزين نقابل المغرب في الفاينل. بقول لك ايه قدام الناس ما تقابلنيش في مطوشه ثانيه عشان انت وشك تبارك الله عليك. لا من الاخر انا جاي لك نيشان اخويا ماشي. الكره مكسب وخساره في مصر الكره مكسب وخساره بس ما تقابلنيش في مطوشه ثانيه. اوكي اوكي سيلفو بلاي. اوكي لك ايه ماشي هارد لاك للمغرب يا جماعه. هو ده الراجل اللي انتوا كنتوا عايزينه ان هو يظهر معايا اهو ظهر. انا هسيب لكم الكومنتات. طبعا كان في موضوع تاني كنت عايز اتكلم فيه بس والله العظيم ما عندي نفس يعني للاسف يعني، بس هنأجله ان شاء الله نخليه مره تانية ونشوفكم على خير. وبرضو يعني عشان ما يزعلش مننا اتبسطت جدا يا محمد ان انت كنت معايا النهارده برضو وقضيت اليوم معايا يعتبر من ماتش لمصر ماتش المغرب وكان يوم لحد ما كويس يعني. طب احنا بس نعدي من تونس نعدي ما نعديش ليه تونس. نعدي محمد اضحك وحات امك عشان بس ايوه اضحك والله اضحك مش ناقصين كابه يا محمد. لو عدينا من تونس انا هقابل الجزائر. يا عم اتكلم وانت بتضحك يا عم. خلاص يا عم انا كده انا مولود كده يا جماعه. يعني ايه مولود كده يا عم؟ طب احنا انا هنسيبكم دلوقتي يا جماعه وهنروح نتخانق في حته ثانيه. اوكي نسيبكم على خير. السلام عليكم. اسمها ايه؟ مالكش دعوه. الله يفهمك. زي ما قال Sit down.